بنرحب جدا بيكم واهلا وسهلا بيكم في اسرار السعاده الزوجيه ما بين ادم وحواء. طبعا لقاء النهارده بتزاملني فيه زميلتي وزميلتي يعني، وانتم عارفين طالما بنتكلم على الراجل والست النهارده يبقى الراجل هو اللي هيفتتح اللقاء، ماشي؟ عشان يكون فيه عداله كده يعني، ثانيه واحده، يبقى فيه عداله يعني. فلا بجد انا بصراحه انا حبيت ان انا اقدم النهارده، او بدايه ان انا اكون اطلع معاكم النهارده عشان اقدم طبعا زميلتي وزوجتي هند حسين، فبحييكي طبعا. وانا حبيت ان انا اكون معاكم النهارده عشان اقدم زوجي وزميلي وصديقي في العمل كمان، استاذ محمد شافعي المدرب المتميز، طبعا مدرب النيل. شكرا. طبعا هي هند وانا جوز هند، ماشي؟ عشان نتفق كده من الاول. هو لقاءنا النهارده عنوانه ادم وحواء واسرار السعاده الزوجيه. احنا عندنا اربع اسرار هنتكلم فيهم بشكل بسيط جدا. بعض الناس تقول لك الكلام اللي بيتقال في المحاضرات الخاصه بالعلاقات الزوجيه والعلاقات الاسريه ينفع ان هو يتطبق؟ نعم ينفع يتطبق باذن الله. عشان كده كلامنا النهارده معاكم هيكون رسائل بسيطه تقدر تحرك في تفكيرنا احنا شيء من قبل الارتباط لحد الجواز. ملناش دعوه بعد الجواز يعني بيحصل ايه، ماشي؟ يعني احنا نهايتنا الجواز، بعد الجواز ده بقى ده بتاعتكم انتوا، تمام؟ فان شاء الله نبتدي باذن الله في قول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. تعالوا مع بعض نبدأ أسرارنا النهاردة، أسرار السعادة الزوجية. أول سر من الأسرار بتاعتنا ذكاء الاختيار وحسن القرار. قبل زواج أدم من حواء أول حاجة لازم نحددها، أول حاجة لازم نحدد الهدف من الزواج نفسه، لازم نعرف إحنا بنتجوز ليه. الناس اللي عايزة تتجوز اللي لسه ما اتجوزتش، عايزين تتجوزوا ليه؟ ده سؤال. عايزين تتجوزوا ليه؟ ايه الهدف من الزواج؟ لازم تحطوا كده ورقه تكتبوا ايه الهدف من الزواج. انا عايزه اتجوز عشان ايه؟ عشان اكون اسره، ولا عشان انبسط وخلاص، ولا هو مجرد زواج عشان اهلي بيضغطوا عليا، عشان انا سني كبر مثلا، واي راجل دل راجل ولا دل حيطه زي ما بيقولوا. لا، احنا عايزين نحدد الهدف من الزواج بتاعنا. لو ما فيش هدف من الجواز اعرفوا ان لا، لسه وقته ما جاش. بعد ما نحدد هدفنا من الجواز ابحث عن الشخص المناسب. طيب معنى كده ان انا بقول للبنات ابحث عن الشخص المناسب؟ لا ممكن. لا ليه لا؟ يمكن ثقافتنا على فكره في اختيار الزوج والزوجه ما بتخليش للبنت انها تختار ده، ولكن لا بتختار من اللي بيجي لها طبعا يعني. ماشي، طبعا انتوا عارفين طابور طويل، انت تختار اللي انت حبيه يعني. حلو، اختار ده، لان في بعض الناس بتختار قبل ما تحدد سبب الزواج ايه، وده مهم جدا لازم نعرفه بالترتيب. فلازم تبحث عن الشخص المناسب، وهنقول لكم المعايير النهارده ان شاء الله اللي ممكن تتوافقوا بيها مع الاشخاص المختلفين اللي ممكن تلاقوها في حياتكم. اصفر بذات الدين. قبل ما بعد ما حددنا الهدف وعرفنا احنا عايزين ايه، لازم نختار الشخص او البنت او الولد اللي احنا بنختاره، لازم نعرف ايه دينه، هل هو متدين ولا مش متدين، سواء احنا الدين الاسلامي او اخواتنا في الديانه المسيحيه. كل حد ليه ديانه بيبقى عارف ايه مواصفات الشخص اللي قدامه اللي يقول بيها ان الشخص ده متدين. الدين ده اساس في اي علاقه ما بين اتنين. عملت ده كله، اتجرأ بقى وخد القرار وقول انا هتجوز. اشرب بريلو. ماشي، اتجرأ كده وخد القرار ان انت تتزوج، لان برضو باكد على حضراتكم في ناس كتيره بتقرر انها تتجوز من غير ما تعرف الحاجات دي كلها او بتحط المعايير دي كلها. اخر حاجه بقى هنتعرف على بعض، هنشوف هنتعرف على بعض في ايه تاني. طيب الراجل علشان يبتدي يدور ويبحث عن شيء قريب منه لازم تعرف دماغ حواء فيها ايه، لازم تعرف تفكيرهم عامل ازاي، لازم تعرف مشاعرهم عامله ازاي، لان برضو في ناس متزوجين من النهارده مش عارفين الجزئيه دي، مع ان ممكن يكون مر سنين على زواجهم بس مش عارفين خلفيات دي. الست او حواء بتدور على الشخص الحكيم، بتدور على الشخص الصبور، الشخص القائد المتفهم حسن الخلق الرومانسي الذي يصون كرامتها،
الشخص الست ديت او الزوجه ديت بتدور على هذه المواصفات. هنشرح لكم دوت ان شاء الله واحده بواحده تطبيقا مع كل سر من اسرار السعاده الزوجيه. اما الراجل بيبحث عن الهينه اللينه البسيطه المطيعه الصبوره حسنه الخلق وبتحفظ غيبته. احنا برضو تباعا هنشرح يعني ايه الهينه اللينه، تباعا هتعرفوا معي مراحل الحياه الزوجيه. الحياه الزوجيه بتمر بمراحل. هم ثلاث مراحل بس، ما لهمش رابع يعني. في ناس قالت قاعده في القاعه قالت ثلاث مراحل، يا ترى بقى انتوا في انهي مرحله فيهم؟ طيب مراحل الزواج هم ثلاثه. واحد الاعجاب، ان شخص يعجب بشخص او بشخصه يعني او امراه او العكس او العكس. عادي ممكن على فكره، يعني مش عيب والله يا جماعه لما حد مثلا يتقدم لبنت او حد يجيب لها عريس. ليه لا ده في ثقافتنا موجود. ممكن تعجب بيه تقول لك انا موافقه مبدئيا حتى عليه، فده مجرد بنسميه اعجاب مبدئي. فرقم واحد الاعجاب. رقم اتنين بقى بيتم فيها عمليه الارتباط، ان احنا بنرتبط مع بعض سواء بخطوبه او بكلام مع الاهل، الاسره دي مع الاسره ديت. وبعد كده بيدخلوا في مرحله الزواج بقى. ماشي، مرحله الزواج لو تلاحظوا ان الثلاث مراحل دولت غير متساويين، واحنا عاوزين ناخد القدر الاكبر فيهم في مرحله الزواج، لان زي ما حضراتكم عارفين ان نسب الطلاق ارتفعت في مصر. تعرفوا ان 45% من زيجات السنه بيتم تطليقها في السنه اللي بعديها. 45% يعني نص الزيجات اللي بتتزوج كل سنه بيتم تطليقها للاسف الشديد. فعشان كده مراحل الزواج دي مهمه جدا ان احنا لازم نعرف فيها. وبعض الناس بتتزوج من غير ما تعجب بالشخص ده، بالنسبه لها بتكون فرصه، او من غير ما ترتبط بالشخص ده، هو مجرد زوج زي ما انت ما قلتي في الاول كده. ده اللي راجل ولا ده اللي حيت. في بعض الحالات كده يعني. ماشي؟ طيب. فعشان كده الزواج علشان نكبر مساحه الزواج في مراحل الحياه الزوجيه انها بتنتهي فقط بالزواج، او بتبتدي الحياه الزوجيه بتبتدي بالزواج ما بتنتهيش بالزواج. لان كتير من الارتباط بيقول لك ده انا هنهي حياتي بايه؟ هنهي حياتي بالزواج. نهايه علاقتنا ايه؟ نهايه علاقتنا الزواج، صح ولا لا؟ لا مش صح. لا مش صح. نهايه العلاقه بتبتدي بالزواج. بدايه العلاقه بتبتدي بالزواج. واخدين بالكم؟ عشان كده مساحه الزواج بتاخد مساحه كبيره في مساله الارتباط والحياه ما بين ادم وحواء. الكرسي الخالي، حد عارف الكرسي ده مين اللي هيقعد عليه؟ مين اللي هيقعد عليه؟ ايه؟ لا مش الاولاد، لسه احنا في المرحله الاولى، هنجيب الاولاد من قبل ما نتجوز خلاص. لا، الكرسي ده فاضي ليكي انت او ليك انت، يعني فاضي للشخص اللي انا هتجوزه او الانسان اللي انا هرتبط بيها. ده كرسي فاضي، ما كانش عليه حد عشان اقارن نفسي بوالدته باخواته، او هو يقارن نفسه بوالدتها او والدها او اخواته. انت مكانك او انت مكانك فاضي، انت جيتي قعدتي في كرسي فاضي في قلبه. ما تقارنيش نفسك بحد، وهو كمان ما يقارنش نفسه بحد. هو جه قعد في كرسي فاضي جوه قلبك، ما يقارنش نفسه باي حد موجود. السر الثاني بناء التوافق الايجابي البناء. ازاي نبدي توافق ما بين الشخصين دولت؟ اللي احنا بنلتمس في بدايه الاعجاب او بدايه الارتباط ان في شيء متشابه ما بيننا وبين بعضيهم. لان في المرحله ديت الشخص يعني سواء الراجل او الست او ادم او حواء بيبرزوا الايجابيات اللي فيهم، وبيحاولوا يدايروا او يخبوا السلبيات اللي في حياتهم. ممكن يكونوا قاصدين وممكن يكونوا مش قاصدين على فكره، لان في حاجات بتبان بعد الزواج اكثر من ده، وهنا بيحصل تصادم يعني. ولكن السر دوت مهم جدا في الموضوع ده، حاجه بنسميها هرم التوافق الزواجي. ده مهم جدا عشان دي اول خطوه من خطوات بناء التوافق ما بين ادم وحواء، بناء التوافق ما بين الراجل والست او الزوج والزوجه او المرتبطين الخطيب والخطيبه، علشان يبتدوا يقربوا من بعض اكتر، يبتدوا ان هم يعرفوا مع بعض دي دماغ ايه وده دماغه ايه. مهم جدا. رقم واحد لازم يكون في مساله الارتباط تكافؤ، يكونوا متساويين او مش متساويين، متقاربين في التكافؤ. طب يعني ايه التكافؤ؟ التكافؤ بنسميها الصفات الاجتماعيه او النسق الاجتماعي بتاع العيلتين يكونوا متقاربين من بعض. ماشي؟ يعني يكونوا متقاربين من بعض، السن يكون متقارب من بعض،
الشكل يكون متقارب من بعض. ده بنسميها التكافؤ. هل هما مستوانا ولا مش مستوانا؟ في بعض الناس يقول لك لا ده مستوى عالي او مستوى اقل. اتفضلي. تمام. ادي بقى معايير شخصيه او معايير فرديه لكل واحد فينا، هو اللي بيشوفها بقى، هو لازم يكون احسن مني او انا اقل منه. دي برضو هو بيبص لي ان انا اقل منه. تمام. طيب يبقى اذا المعيار الاولاني بالنسبه للشخص دوت هو التكافؤ، مش معاه نسبه 100% او بنسبه ناجحه كبيره جدا، هو بالنسبه له كده المعيار الاول هو التكافؤ هنا. بس خليني بقى اكمل لحضرتك المعايير دي بحاجه تانية كمان، فكره التقارب. طيب التكافؤ عرفناه ان هو الجزء الاجتماعي اللي حضرتك اتكلمت عليه، ارستقراطي ولا لا مثلا؟ يعني التقارب بقى هنا في الافكار، ما احنا ممكن نكون قريبين مع بعض، قريبين من بعض في المستوى الاجتماعي، ممكن هي بتبص للشخص ده وان هو قريب منها او زي ما هي عاوزه يكون اعلى منها، بس مش متقاربين في الافكار. التقارب هنا بنسميها الافكار. هل تفكيره زي تفكيري ولا لا؟ هل قراراته زي قراراتي ولا لا؟ هل رؤيته لحياتنا بعد كده زي انا ولا لا؟ ده المعيار في كده. علشان لو الشخص، على فكره في كتير من الزيجات بتنجح بده، ان هم يكونوا متقاربين مع بعض وما فيش تكافؤ اجتماعي ما بينهم، بس بتنجح. واخد بال حضرتك؟ فبتنجح معاهم يعني. هي بالنسبه لها التقارب، بالنسبه له هو في تقارب فكري، تقارب في الافكار وفي التحليل او في المنطق ما بينها وبين بعضهم، ممكن المساله تمشي. ما بيبقاش معيارنا هنا في التكافؤ اكتر. طيب في التكافؤ، في التقارب، في التقالب بقى. هل هم بيحبوا بعض ولا لا؟ هل في ود حصل ما بينهم ولا لا؟ في مشاعر اتحركت ما بينهم هما الاثنين ولا لا؟ لان في بعض الزيجات او كتير من الزيجات ما بتلتزمش بترتيب الجدول دوت او المثلث دوت، فممكن تبتدي بالحب الاول، الحب بعد كده يبتدي يتكلموا مع بعض، يتقاربوا مع بعض، ومساله التكافؤ ممكن يتغاضوا عنها. وفي العكس، الناس بتقول انا قريب من هند فما شاء الله نرتبط انا وانت، بس ما بيحصلش التآلف، بس ممكن يحصل التكافؤ. واخد بال حضرتك؟ هي المسألة مش مسألة ترتيب، ولكن احنا بنرتبها بترتيب المنطق العام اللي موجود في المجتمع المصري. واضحة؟ وعايزين نقول بس ان في بعض الناس بيحصل ما بينهم تكافؤ، يعني زي جواز الصالونات ده مستواهم قريب من مستواه، والجوازات دي بتفشل. يعني ده مش شرط ان الجوازة تنجح ان يكون في تكافؤ، ان هما يكونوا في نفس المستوى. ممكن لو هو اعلى سنة او انا اقل سنة ما فيهاش مشكلة. اللي حضرتك بتقولي عليه ده بقى الفكر، ان هو بيفكر ان انا اقل منه يبقى ده مش قريب معايا في الفكر، يبقى ده بيفكر ان هو ممكن بعد كده يقول لي لا ده انت ما كنتيش من مستوايا وانا خدتك. فالحته اللي فيها النقطه دي لازم ننتبه كويس جدا من الحوار اللي بيدور ما بيننا وما بين الشخص اللي احنا هنرتبط بيه، عشان نعرف هل ده بعد كده هينفع يكون ابو او بنت اولادي ولا لا، ده هينفع يعيش في وسط اسرتي ولا لا، ده هيكون زي ما بيقولوا هيشرفني في وسط عيلتي كده بتعاملاته باخلاقه بسيرته الحلوه ولا لا. شكرا. نظريه البطيخه بقى. طيب النظريه ديت مش نظريه، يعني احنا بنقولها كفكاهه يعني. هند لما بتيجي تشتري بطيخه بتشتريها ازاي؟ انا بدور على البطيخه الكبيره. طيب عشان تشتريها. اوكي. طيب انتوا لما بتشتروا بطيخه بتشتروا البطيخه ازاي عشان تبقى كويسه؟ اتفضلي. ايوه حلو. ماما بتقول لها ما تشتري البطيخه ما تشتريش الناعمه، اشتري الخشنه عشان تبقى حلوه. تمام. وجوري بتقول اشتري البطيخه الحمراء. حلو. حضرتك بتشتري البطيخه الحلوه ازاي؟ ايه مواصفاتكم في شراء البطيخه الحلوه؟ ايوه. البطيخه بترن كده تبقى حلوه. بترن. في حد بيبيع البطيخ الحلو فعلا. وفي واحد بيبيع بطيخ مش حلو، او البطيخه لما اجي اخبط عليها بترن او ما بترنش. تمام. طيب مركبه جرس. في بعض الناس بتقول الجواز زي البطيخه، صح؟ صح. احنا كلنا بنقول الجواز زي البطيخه، يا ايه يا تطلع ايه حمرا يا تطلع يا حمرا يا. طيب ما احنا ايش حاجه، احنا لما بنروح نشتري بطيخه بيبقى عندنا افكار معينه ماما تكون قايلها لي، او انا ابقى عارفها، او انا بعرف الشخص اللي بيبيع البطيخه الحلوه ولا لا، ببقى عارف شكلها،
حجمها، لونها، طعمها، ولونها من جوه كمان، سعرها. ففي معايير معينة على فكرة عشان نقرب أكتر لشراء البطيخة المناسبة، صح ولا لا؟ فالجواز لو كان زي البطيخة فخلاص، اختار انت الزيجة اللي انت عاوزها، ولكن اختارها بمعايير معينة زي ما انت ما بتشتري البطيخة. بس الجواز يعني لما يقول عليك جواز زي البطيخة يبقى ايه بقى؟ يا حمرة يا بيضة، ودي ماجو، يا حلوة يا وحشة. احنا ممكن نشتري بطيخة كبيرة بسعرها حلو، تكون حمرة من جوه بس ما نقدرش ناكلها، بتبقى مسخة، صح ولا لا؟ وساعات بنشتري بطيخة صغيرة غالية تبقى مش حمرة قوي ولكن طعمها جميل، ما بنبقاش عايزين نشتري بطيخ تاني عشان ما نغيرش طعم البطيخة اللي احنا كلناه. مظبوط ولا لا؟ الجواز كده برضو، الجواز بطيخة. طيب تعالوا بصوا، شوفوا ده شكلين من البطيخة، ماشي؟ هو دوت على فكرة اصلا في البطيخ دي ذكر ودي انثى، النبات الثمرة يعني، حتى في الانثى البطيخة تخينة، شايفين قد ايه ما بتعملش رجيم. ماشي، الراجل بشكل عام تفكيره تحليلي وهنفسر ده ان شاء الله، والست تفكيرها عاطفي. تعالوا كده مع بعض نشوف ايه تفسير الكلام ده كله. انتم مختلفين. بالنسبة لآدم هو عام شمولي، يعني لما تيجي مثلا راجع من الشغل ولا حاجة وانتي حصل وحصل وجارتنا اللي فوق وبدأتي تتكلمي كتير، هو عايز الملخص. في الآخر عملت ايه؟ في الآخر اتخانقت وجوزها هينزل لك بعد الغداء. هو كان عايز من الأول تقولي له ايه؟ ده انا اتخانقت مع جارتي وجوزها هينزل لك بعد الغداء. ما كانش فيه لازمة ايه؟ للحوار الكتير قوي او الدش زي ما انا يا ست مصدع انا لسه جاي من الشغل. هو بيزهق من كده، هو بالنسبه له عام شمولي، عايز المختصر المفيد، مش عايز الرغي الكتير. كتر ما انت ترغي كتر ما هو هيصدع وهيقفل. طب انا نازل على القهوه بقى، طب انا نازل اشوف اصحابي، طب انا نازل رايح عند مامتي، رايح اشوف اي حد، هيهرب من البيت، مش هيفضل قاعد في البيت، لان هو تفكيره كده. اما الست بقى تركيزي تفصيلي، يعني بتركز على كل حاجه. شفت النهارده حصل ايه؟ ما قلتلكش بقى النهارده حصل ايه. وانا بطبخ الاكله في المطبخ لما البوتاجاز فصل مني رحت انا فتحت القناه عشان اشوفه بيتصلح ازاي، لقيت اعلان في وسط القناه بتقول لك ان في بوتاجازات جديده وكمان عليهم عرض على الثلاجه، الثلاجه اللي بايظه اللي بقالي شهر بقول لك عليها صلحها. عارف الاكل اللي باظ؟ اكل باظ طبخه بقى لي يومين ثلاثه ما اكلتهوش انت وعيالك، عيالك اللي مطلعين عيني كل يوم كل يوم ويوم ويوم، وغير كمان مامتك. طبعا ايه قصاد التفصيل التركيز دوت مع العام الشمولي؟ طبعا خلاص، واخدين بالكم؟ دماغه فصلت خلاص. هو كده فصل منك. بالعكس بقى، ان الراجل محتاج، ان قصدي الست محتاجه ان حد يتكلم معاها، يعني محتاجه ان حد يكلمها حد. فلازم احنا كراجل وست لازم نستوعب الموقف ده. لما يكون الراجل راجع من الشغل بلاش الدش الكتير، بس لما يبقى فيه فرصة ان هم يقعدوا يتكلموا مع بعض برضو يراعي ان هي حابة تحكي. يعني احنا لازم الاتنين يراعوا بعض، ما يبقاش انا بدور بس على مصلحتي وهو بس بيدور على مصلحته. تفكيره تحليلي. يعني ايه تفكيره تحليلي؟ كل حاجة بيبقى عايز يعرف هي جت منين وده حصل ليه وازاي، بس مش هي اللي تحكي له، هو مع نفسه بيحلل الموقف. في فرق ان هي تقعد ترص له، وفي فرق ان هو دماغه، هو بيحب دماغه تشتغل. لو هو لقيتيه قاعد ساكت كده وعمال يفكر في حاجه، اعرفي ان في حاجه شغلاه. ما تقولوش بقى ايه مالك، فيك ايه، ايه اللي بتفكر فيه، ما تقولي ما انا مش الرغي بقى الكتير ده هو بيفصل. هو بقى هيفكر يفكر يفكر وفي الاخر هيجي يقول ايه القرار النهائي، انا وصلت لايه او انا توصلت لايه. هو ده الراجل كده بيعمل كده. اما الست بقى بتفكر في حاجه معينه في كلام الراجل. الراجل لو هو اتكلم بتحليلي زي ما هند كده قالت، الست بقى بتبقى عاوزه تسمع الاحساس بتاعه او العاطفه بتاعته تجاهها. هي عايزه تحس اكتر ما عايزه تسمع. فعشان كده دايما العاطفة والحس بالنسبة لها بيبقى شغال أكتر من إنها بتسمع، هي عايزة تسمع منه أنا حاسس بيكي، أنا بشعر بيكي. فعشان كده أي راجل دلوقتي بيسمع الكلام ده لازم تركز في الكلام دوت مع زوجتك أو مع خطيبتك في النقطة دي. كلمها على المشاعر والأحاسيس، ليه؟ لأنها بتركز على الإيحاءات بالنسبة لك أنت، هي بتشوف رد فعلك أنت من شكلك أنت مهتم بكلامها ولا لأ. الرغي ده كله اللي أنا برغيه لك، أنت منتبه ليه ولا لأ؟ الست على فكرة بتناقش دايما قبل ما تاخد القرار، بتحب تتكلم كتير مع الراجل قبل ما تاخد القرار.
بتعبر عن مشاعرها بالكلام والبكاء، ده تعبير عن مشاعرها وعن ضغوطاتها. فالراجل النهارده لازم يعرف ان الست اللي بترغي كتير وده طبيعه فيها هو تعبير عن مشاعرها، والراجل لازم يحفزها بالتقدير. انا مقدر ان البوتاجاز باظ، وانا مقدرك، وانا عارف ان انت حاولتي مره واثنين وثلاثه ان انت تصلحي كذا وكذا وكذا، وانا عارف ان انت قلت لي كذا مره، وانا حاسس بيكي. واخدين بالكم؟ هي الفكره دي لو انا عرفت دماغها هتعرف انها اكتسبها اكتر وهنقرب من بعض اكتر. احنا قلنا ان الراجل الست بتركز على المشاعر، اما الراجل بيركز على الكلمات. يعني انا قلت له ايه؟ انا زهقانه. هو مش هيبقى حاسس الاحساس اللي انت حاسه ان انا زهقانه عايزه اخرج عايزه مش حاسس بكده، انا زهقانه. طب دي كلمه عنده اتبرمجت في دماغه كده، دي كلمه لازم تطلبي منه، انا عايزه اخرج، انا عايزه اتفسح، يا ريت انا عايزه اغير المود اللي احنا فيه، عايزين نغير جو، عايز حاجات معينه ينفذها. زي ما يقولوا ايه، قولي لي حاجات محدده هجيبها. هو برضو كده عايز حاجات محدده، كلمات او طلبات معينه. هو عايز اخرج، يعني ما تفتكريش ان هو مثلا هيخمن انت، لا ده انت بترمي له كلمه عشان يقول لك طب يلا نخرج، طب انت زهقانه، طب هفسحك، طب لا، هو ما عندوش كده. انت طلبتي حاجه معينه انا هجيبها لك، تمام؟ كمان هو بيتخذ القرار الاول وبعد كده يناقش القرار، عكس الست تماما. هو الاول بيتخذ القرار بعد كده يفكر او يتكلم معاكي هو خد القرار ليه. يعني قرر ان هو مثلا يبيع الغساله، انت تقولي طب ليه ومش عارفه، مش هي خلاص هو خد القرار. بعد ما خد القرار بقى يتناقش معاكي، ده الغساله دي كانت وحشه، ده انا عايزه اجيب لك غساله احدث، ده هيبدا بقى يتناقش ويتكلم. هو بيشتغل وهو ساكت، تيجي تقوله انت زهقان من ايه، مالك، هو ساكت، مش هيقول غير بعد ما المشكله تتحل. لو هو عنده مشكله مش هيتكلم ولا هيبوح بالمشكله الا بعد ما المشكله تتحل. فاحنا لازم نراعي النقطه دي، ان احنا ما نقعدش نضغط عليه، لا اتكلم اتكلم اتكلم، عمره ما هيتكلم الا لما المشكله تتحل. بيحفز بايه؟ بالتشجيع، ان انا اقول له برافو عليك، انت اشتغلت مثلا النهارده كتير، شكرا، انت جبت لي حاجات، احفزه، ده انت ساعدتني النهارده مثلا في المطبخ، شكرا. التشجيع والشكر ده بيحفز من الراجل، بيخليه يحس ان هو بقى هيرو، يعني هو اللي بيحقق لك كل امالك، هو اللي. فالتشجيع ده بيحسن من اداءه، يقول طب انا هعمل عشان تشكرني تاني. اتفضلي حضرتك. الراجل صندوق، صندوق ما في تعرفيش ايه اللي جوه. حضرتك هو صندوق مخفي كده، الصندوق الاسود ما نعرفش هو بيفكر في ايه. يعني طول ما هو بيفكر وساكت مش هنعرف نخمن ايه اللي هو بيفكر فيه، ايه اللي جوه داخل الصندوق، الا بقى لما ايه هو يرتاح ويبدا يبقى عايز يتكلم هيتكلم. احنا اللي نحفزه بقى بالتشجيع ان هو يتكلم. طيب في طريق بنسميه لبناء التوافق، في بعض الرسائل البسيطه اللي احنا هنوصلها لحضراتكم عشان ندعم بيه كلامنا دوت اكتر. رقم واحد، الصراحه بدايه لاي علاقه ناجحه، ان احنا بنصارح بعض بحاجات كتيره جدا، سواء في التكافؤ او في التالف او في التقارب، ده مهم جدا ان انا اكون صريح في كل شيء انا حاسس بيه تجاه نفسي او انا بحاول ان انا اخبيه من جوايا. لا، لازم نتصارح بيه، ده مهم جدا. ولازم كل واحد فينا يعرف طبيعة الآخر، إيه احتياجاته وإيه قيمه. كل واحد فينا له احتياجات، مع اختلاف الاحتياجات طبعا. أنا احتياجاتي غير احتياجات حضرتك، غير احتياجات حضرتك، غير احتياجات حضرتك. كل واحد لينا في احتياجات وعنده أولويات، لازم نتعرف على أولويات بعض. يعني ممكن أنا يكون من أولوياتي الخروج، ومحمد مثلا من أولوياته إن هو يشتغل، فاحنا عايزين نقرب من بعض. اللي انا اقول له انا عايز اخرج دلوقتي، ولا هو يقول لي انا عايز اشتغل دلوقتي، لازم احنا الاثنين نقرب من بعض عشان نوصل لنقطه وسط، عشان نبني التوافق فعلا، ما يبقاش كل واحد لا انا هعمل اللي انا عايزه بس. لازم اعرف ان في شريك تاني هو معايا في نفس البيت وفي نفس المركب، لازم اعرف احتياجاته ايه هو كمان. يا ساده، اي مشاكل بتحصل، حاضر، اي مشاكل بتحصل ومتكرره في فتره الخطوبه، اوعوا تقول ان الزواج هو حل من حلول المشاكل دي. تاني، لو في مشاكل متكرره كتيره في فتره الخطوبه، اوعوا تخلوا الزواج حل من حلول هذه المشكلات. يلا يا جماعه نجوزهم بسرعه، ان شاء الله الجواز هيحل لهم المشاكل ديت. صدقوني بعد ما يتجوزوا كل دوت هيضيع، هيروح،
اوعوا تفتكروا ان الجواز حل من حلول مشاكل الخطوبه، ولكن كل مشكله وليها حل، وهنتكلم ان شاء الله في حل المشكله. طيب اتفضلي حضرتك. انا مش سامعاكي كويس، معلش. اعرف اولوياته منين؟ لا ما بنخمنش، احنا عايزين نعرف بالظبط ايه هو مشغول بايه، ايه اللي هو بيحبه، انت بتحب ايه. ما فيهاش مشكله خالص ان انا اقول له انت بتحب ايه او هو يسالني. ممكن انا اخمن من طريقه تعامله معايا، وممكن ان انا اساله، يعني الاثنين ماشي. بس ممكن تخمني حاجه تطلع غلط، تمام؟ بس الافضل ان انت تساليه انت بتحب ايه، ايه اكتر حاجه بتحبها. ده من التعارف، احنا عشان نتعرف على بعض لازم نتكلم. بداية المعرفة بتكون بسؤال ومعلومة، صح؟ فهي كده لازم نتعرف على بعض عن طريق الكلام. هما بيعملوا فترة الخطوبة ليه؟ عشان الناس تتعرف على بعض، عشان قبل الجواز يكون في ايه؟ تعارف. مش بيقولوا الخطوبة دي تعارف؟ فانت بتعرف ايه هي اولوياته، احتياجاته، هو بيحب ايه وما بيحبش ايه، عشان انت تتجنبيه. وهو في نفس الوقت بيعرف ايه اولوياتك واحتياجاتك، عشان يتجنب الحاجات اللي مثلا ممكن تكون بتضايق، تمام؟ سواء بالسؤال او ان انت تستنبطي هو بيحب ايه. وبالاضافه لكلامك برضو، في حاجه اسمها الاستنتاج، ان انا بستنتج من مواقف معينه حصلت ما بيني وما بينه، ابتديت ان انا من جوايا اوصل للاحساس بده، علشان اتجنب فكره ان انا ايه اللي هو لا انا لا اكذب ولكني اتجمل. لو انت سالتيني بشكل مباشر ممكن استنتج منه كلام او اتوقع كلام منه يكون مؤشر لحاجه ايجابيه او حاجه سلبيه، ولكن على فكره معظم الاجوبه بتاعت السؤال المباشر دوت بتطلع الاحسن او الافضل، هو كما يتمنى هو. واخدين بالكم؟ فعشان كده الاستنتاج ده مهم جدا، وده بيجي بالتوقف بالتقارب، وزي ما قالت هند بالتقارب وبالتالف كمان. وده مع الوقت بيحصل لك انت، بيوصل لك انت احساس. طب انا في شك بقى، ها الاجابه انا مش متاكده منها، او الاحساس ده انا مش متاكد منه، هنا بقى في مثلث بناء التوافق الايجابي، هل في تقارب ولا لا؟ هل في تقارب ولا لا؟ سيبك بقى من التالف، سيبك من التكافؤ، هل في تقارب ولا لا؟ تقارب في التفكير ولا لا؟ في تفاهم، في مرونه ولا لا؟ واخده بالك؟ دي خطوه بخطوه ان شاء الله نبنيها مع بعض. لازم نتجنب المقارنات السلبيه. المقارنات السلبية لازم نتجنبها. ما اقولش بقى ايه ده، شوف ابن خالتي خطيبها جاب لها ايه، ده شوف بنت جوز خالتي جوزها جاب لها ايه. المقارنات السلبية دي طبعا مش في صالحنا خالص، سواء للراجل او للست. لازم كل واحد بيعيش حالة خاصة. ما ينفعش اقول هند ومحمد ده شكلهم حلو، فانا لازم اختار واحد زي محمد او اختار واحدة زي هند. كل واحد ليه طبيعة، وكل اتنين ليهم طبيعة خاصة. ما ينفعش ان احنا نقول زي فلان، احنا الاتنين لينا علاقة مع بعض، نكيف علاقتنا على التقارب الفكري والتقارب الاجتماعي. ما فيش نموذج مثالي. ممكن نحتذي حاجات، نشوف هم بيعملوا ايه عشان يتعاملوا مع بعض كويس، فناخد النموذج ده وابدأ اطبقه، اشوف هما بيتصرفوا ازاي في المواقف، بس اطوعها للمواقف بتاعتي انا. يعني كل حد غير التاني، في حد عصبي قوي ما ينفعش معاه تصرف معين، وفي حد هادي قوي لو انا اتعصبت هو ساعتها هيعمل ايه؟ هينفجر بقى وتبقى الدنيا شعلين. فلازم نعرف كل موقف نعمل فيه ايه، وما نقارنش نفسنا بحد، كل حد مختلف عن التاني خالص. طيب تعالوا كده مع بعض نخش في السر الثالث، الاختلاف اول طريق الاتفاق. هندخل في الحته اللي انت كنت عاوزه تدخلي فيها اكتر من اللي احنا جاوبنا عليكي فيها. السر الثالث، الاختلاف اول طريق الاتفاق ان شاء الله. بعد زواج ادم من حواء، رقم واحد، ارضى بما قسمه الله لك. انت الان في عالم الزواج، احمد ربنا خلاص. شايفين الصوره؟ الرضا اهم حاجه، الرضا. احمد ربنا، تمام؟ ولو في ترسبات من مشاكل الخطوبة إن شاء الله هنوجد حلول كتيرة، لأن مفيش حل واحد بس لمشكلة، في حلول كتيرة جدا ممكن كتير من الناس يوجدها لك أثناء المشكلة دي. سعادتنا بعد الزواج بتتوقف على اللي احنا بنعمله بعد الزواج مش قبل الزواج.
احنا طبعا عارفين طبعا قبل الجواز في حاجات كتير جدا بتبقى مستخبية. احنا طبعا ما بننصحش بكده، احنا بننصح ان الشاب والفتاة يصرحوا بعض بكل حاجة قبل الجواز عشان بعد الجواز ما يبقاش في صدمة. بس في حين ان احنا دلوقتي اتجوزنا لازم نبني حياتنا كلها على بعد الجواز، نعرف ازاي نتعامل مع بعض، ازاي نتواصل مع بعض، امتى هو زعلان فانا ابعد او امتى هو زعلان فانا اقرب. كل الكلام ده بيجي بالتفاهم، يجي بالتفاهم والصراحة، لازم يكون في صراحة ما بين الطرفين. بعد الجواز جددوا حبكم مع بعض. طب ازاي نجدده؟ قبل الجواز ايام الخطوبة كان الجزء العاطفي عندنا بيبقى شغال اكتر، احنا بنحس ببعض اكتر والقلوب بتزيد اكتر والهيليوم بيزيد اكتر والبلالين والحاجات الحمراء بتزيد اكتر. بعد الجواز الحاجات دي بتزيد بس بتتحول بقى نوعها القوطة وبصل ومستلزمات دي بعد الجواز. عشان كده احنا محتاجين بعد الجواز ان الجزء العاطفي اللي كان شغال مشتعل اثناء الخطوبة ان احنا نجدده تاني، نقعد مع بعض اكتر، نحتفل بعيد جوازنا اكتر وعيد خطوبتنا اكتر من اي يوم تاني، ما ننساهوش، لازم نعدله ليها قبليها. نعمل مثلا احتفال بعيد الميلاد لكل الزوج والزوجة، نحتفل بالويك اند بتاعنا، نقعد مع بعض نخرج فيه، نيجي الاماكن اللي احنا كنا بنيجي فيها ايام الخطوبة، واخدين بالكم؟ ده تجديد للحب ده. والاشخاص اللي بينهكوا بعد الجواز بالشغل وبالاولاد وبالهم وكذا وكذا وكذا، خد لنفسك وقت، خد لنفسك فرصة كده علشان تجدد الحب ده. فرص بسيطة جدا وحاجات بسيطة جدا، مكان كنا بنروحه دايما روحوه، مكان كنا بنروحه دايما في الخطوبة روحوه من دلوقتي عشان تجددوا أماكن الحب دي. أنا مش هو وهو مش أنا، لازم نعرف إحنا مختلفين. زي ما إحنا قلنا قبل كده، تفكيره غير تفكيري، مش معنى كده أن أنا تفكيري أحسن من تفكيره ولا هو تفكيره أحسن من تفكيري، انما احنا قلنا ان الراجل عام شمولي والست تفصيليه. الست بتفكر بالعاطفه والراجل بيفكر بالتحليل والمنطق. الراجل لازم يتحلى بالحكمه. يعني ايه حكيم؟ يعني بيعرف يتصرف وعنده رؤيه مستقبليه. الحكمه دي مش كل الناس بتبقى عندها حكمه، وما بتجيش في اي سن، عادي بتيجي في اي سن، ما مش قصدي في سن معين، بتيجي في اي سن. أهم صفة في الحكمة هي الهدوء، إن أنا لما أجي أتصرف في موقف سواء راجل أو ست، عشان نقول دي ست حكيمة أو راجل حكيم، لازم أتحلى بالهدوء، أقعد كده وأفكر في الموقف بهدوء وأبدأ إن أنا أتكلم، أبدأ أتكلم، ما أجيش في وقت انفعال ووقت عصبية ووقت فيه مشكلة وأبدأ هو يزعق وأبدأ أنا أزعق. لا، إحنا مختلفين، إحنا مختلفين، أنا مش هو وهو مش أنا. ليه؟ لازم في حد يهدى عشان يهدي الموقف. احنا بنسمع ان ممكن في مشكلة حد يقول كلمة مش كويسة بيندم عليها بقيت عمره، يعني بيخسر الطرف التاني بسبب كلمة، لان الكلمة دي عاملة بالظبط زي مسمار وبندقه في الخشب. لو دقنا المسمار في الخشب وجينا نطلعه مش في خرم هم في الخشب، التأثير ده بيبقى جوه الإنسان نفسه، التأثير ده جوايا وجوه حضرتك وجوه حضرتك، بقى التأثير ده جوانا. هو خلاص مش هيزول الا بقى بالمعامله الطيبه وان انا احسن من معاملات ما بيننا، ساعتها ممكن يزول، انما الخرم لسه موجود اللي خرمناه في الخشب. فانا مش انت وانت مش انا. اي خلاف بيجي بعد الزواج وخصوصا السنه الاولى من الجواز معروفه، حتى لو كان ايام الخطوبه كانوا متوافقين جدا مع بعض، بيحصل مشاكل، طبيعي انها يحصل مشاكل. المشاكل اللي بتحصل في اول سنه من سنين الزواج ديت هي فرصه لان احنا نتقارب مع بعض. طب يا محمد، ما هو ايام الخطوبه قال لي ممكن تشتغلي، بس بعد الخطوبه قال لي لا مش هتشتغلي، انت مراتي دلوقتي وبقول لك ما تشتغليش. ماشي، هنا بقى بنتكلم على ان في حاجه قبل كده كانت افتراضيه اللي احنا بنسميها انا لا اكذب ولكني اتجمل، انا اديكي كل حريتك او انت خليكي تشتغلي زي ما انت عاوزه. هنا بقى مش هيكون خلاف لاختلاف او اختلاف لخلاف. هنا بقى نتكلم في ايه؟ هنتكلم في المبادئ الخاصه بيه هو للشغل. ايه هو السبب اللي تخليني انا ما اشتغلش؟ ايه هي الاسباب اللي بالنسبه لك؟ وانت قولي لي كمان ايه هي الاسباب اللي انت عاوز تشتغلي بيها؟ صدقوني هنلاقي في نقاط قريبه جدا من بعض، ممكن تشتغلي انت بيها بضوابط وهو كمان ممكن يقبل بيها بس بضوابط. دي الافكار او دي المشاكل او الافكار اللي بتنتج عن المشاكل اللي بتحصل في اول سنه
في اول سنه من الجواز ممكن ان احنا نحلها ونستخدمها كاداه من اداه حل المشكله اصلا. عايزين نتجنب الموضوعات الجدليه. يعني ايه الموضوعات الجدليه؟ مين اهلي ومين زمالك؟ هو اهلي وانا زمالك وفي الماتش شغال، ان شاء الله بعد الماتش هنخرج نتطلق بره بعد الشر عليك. فعايزين نتجنب الموضوعات الجدليه اللي فيها انا ولا انت، ده انا اللي كسبت، ده انا اللي خسرت، لا ده انت وجهه نظرك غلط، لا ده انت وجهه نظرك ايه، ده انت ما بتحترمنيش، ده انت ما بتحترمنيش، هوب خناقه. لا، عايزين نتجنب طالما في مشكله جدليه. يعني ايه مشكله جدليه؟ يعني انا ولا انت، انا ولا انت، انا اللي هفوز ولا انت اللي هتفوز، مفيش حد فينا هيفوز. في مشكله زي كده بنتجنبها تماما عشان ما نعملش مشكله، ونبدا نتكلم عادي في اي موضوع تاني نلطف بيه الجو عشان ما نطلعش لا قدر الله بمشكله، بخناقه، ممكن حاجه تافهه صغيره خالص تؤدي لكون في مشكله كبيره والاهل بيتدخلوا هنا او هنا. الاستاذه اتكلمت على الصندوق المقفول، ان الراجل هو الصندوق المقفول. احنا محتاجين صندوق عندنا في الحياه الزوجيه اسمه صندوق الاسرار. الصندوق ده بنحط فيه اسرارنا ومشاكلنا ونقفل عليه، ومحدش يعرف مكان الصندوق ده فين اصلا، لان في بعض الحموات سواء للراجل او للست بتبتدي لازم تعرف كل حاجه عن حياتهم، هي مزاجها كده. في ناس بتتدخل ولكن عشان تحل المشكله، بس في ناس بتتدخل عشان ايه؟ تحل المشكله. تحل المشكله، ماشي. ففي برضه باكد على حضراتكم، في بعض الشباب اللي بيبقى حديث الزواج ما عندهمش الخبره او ما عندهمش الاستراتيجيات او الحلول المختلفه لمشاكلهم، فبيضطروا ان هو يلجأوا لاطراف خارجيه. ممكن الاطراف الخارجيه دول يخربوا اكتر ما يصلحوا. فعشان كده دايما لما ربنا قال لنا فيما معنى الايه حكم من اهله وحكم من اهلها، الحكم هنا بقى بيتميز بحاجات كتيره. ان رقم واحد بيتجنب اي انتماء او اي تحيز لطرف من الاطراف، واخدين بالكم؟ يعني بيتجنب ان ده اخته او بيتجنب ان هو اخوه عشان يقدر يحل المشاكل بشكل ايجابي وشكل بناء بالفعل. طيب ازاي تتعاملوا مع بعض؟ شايفين الورقه الصغيره دي كيف تتعاملين مع الرجل، وكتاب كيف تتعاملين مع المراه الجزء الاول، لسه في 10 اجزاء بعد كده. تخيلوا التعامل مع المراه صعب قد ايه، والتعامل مع الرجل ورقه واحده بس تقدري تعرفي بيها الراجل، انما الست في سلسله من الاجزاء لان هي طبعا كل احتياجاتها مشاعر، فده طبعا بيولد ان في كلام كتير ممكن يتقال عن الست، انما الراجل يعني ورقه واحده بس تعرفي بيها. ايه هي بقى الورقه دي؟ لا لا، ورقه واحده بس بيها، ادالك بعد لما خلص اديك الورقه. لا، الورقه اللي هو ماسكها ديت او اللي هي ماسكاها ديت فيها اسامي المكتبات اللي فيها الكتب اللي بتفسر فيها التعامل مع الراجل. لا يا جماعه، بصوا، الراجل محتاج مجهود اكبر. الصوره ديت رساله للراجل ان هو محتاج مجهود اكبر انه يتفاهم الست ويقرب منها ويعرف دماغها عامله ازاي. والصوره دي ايضا اللي هي ماسكاها الست سهله قوي ان انت تكتسب الراجل، والله سهل. احنا يعني عايز اقول لك باكد معنى ده، ان الراجل محتاج مجهود اكبر بكتير ان هو يتعامل مع الزوجه. هو ده دوره اصلا، ان هو يكون بيتفهم ويستوعب ويطيب ويتاسف ويشارك ويعاون، وكل ده كله لوحديهم في كوم، والكوم التاني ان هو يحب. الرجاله اللي قاعدين في اللقاء هيدوا علينا دول. لا، هيدوا عليا. طيب تعالوا نحل الموضوع دوت، ان في مهام معينه للراجل والست في الحياه او في الارتباط، في الخطوبه او حتى في الجواز كمان. ده عشان نجمع ما بين الاثنين. اول حاجه الراجل قيادي، يعني هو بيحب يقود المركب، زي ما احنا بنقول الحياه الزوجيه دي مركب احنا الاثنين راكبين فيها. هو الراجل بيحب يقود المركب دي، ده الطبيعي ان الراجل حابب ان هو يقود المركب ده. ازاي؟ بالانفاق، بالقوامة، بأن هو تكون كلمته مسموعة، حتى لو هي كلمته غلط بس هو حابب أنه إيه؟ أنا هقول الكلمة، أنا هقول دلوقتي خشي البسي بخش البسي، خشي اغسلي المواعين بخش اغسلي المواعين. ساعتها هو محتاج أنه يحس أنه هو قائد، أو هو بالفعل لازم يكون قائد، فهو لازم يكون كده، لازم يكون القوامة.
لما يقول حاجة ما تقولوش لا مش قايمة مش عاملة أنا زهقت لا حاضر هقوم وتقومي تعملي، هتلاقي شوية قالك ده أنت تعبتي وهيبدأ إن هو إيه يتكلم معك. طيب يا آدم الست بتفكر في الإدارة، هي بالنسبة لها الإدارة أفضل من القيادة. طب إيه الفرق ما بين الاتنين؟ شوفوا بقى، راجل وست وأبناء، زوج وزوجة وأبناء، قرروا إن هم يروحوا رحلة لغابة مليانة أشجار طويلة ومليانة زرع كتير وفيها حيوانات مفترسة، ماشي؟ فقرروا إن هم يروحوا الرحلة دي، وهم ماشيين تاهوا في الطريق، يتصرفوا إزاي؟ الراجل فكر إن هو يطلع أعلى شجرة في الغابة ويبتدي وهو أعلى الشجرة ديت يبتدي يشوف كده وينظر كده، هل الطريق السليم اللي احنا ماشيين فيه ده صح ولا في طريق خاطئ احنا المفروض نتجنبه؟ والأم أو الزوجة ابتدت تبقى تحت الشجرة هي والأولاد عشان تبتدي تاخد التوجيهات من صاحب الرؤية فوق الشجرة عشان يبتدي يوجه، هي توجه الأبناء وتقول لهم اللي والدنا شايف أو اللي والدكم شايفينه اللي شايفه أو زوجي شايفه إن رؤيته إن الطريق ده هو السليم، فبتبتدي تنظم وتوجه الأولاد اللي تحت الشجرة. ده الفرق ما بين القيادة والإدارة. القيادة اللي هو الشخص الراجل اللي هو طلع فوق محتاج إن هو يبقى صاحب رؤية، والست تحت إنها تدير العلاقات ما بين الأفراد في الأسرة وتكون موجه وتكون صاحب تصرف مع الأفراد دولت أو مع الأبناء دولت، وتكون مستشار إن هو يستشيرها وهو فوق وهي اللي تنفذ هذا القرار، وتكون في نوع من الالتزام. يعني ايه الالتزام؟ يعني في ضوابط معينه الراجل بيحطها، هي عليها انها تنظم هذه الضوابط علشان كل فرد من افراد البيت ان هو ينفذ هذا الالتزام، يكونوا ملتزمين بده. عندنا 5 صلوات في اليوم، هل احنا ملتزمين في الصلاه؟ ربنا سبحانه وتعالى مدينا مواقيت معينه مضبوطه انضباط في وقت محدد في صلاه، احنا علينا ان احنا نلتزم بده. الزوجه هنا هي عليها تنفيذ هذا الالتزام لأفراد الأسرة، مش في الصلاة وبس، في كل حاجة كمان في حياتنا أو على النظام اللي احنا متفقين عليه. أما الراجل زي ما احنا قلنا هو كان فوق، فعشان كده هو بيشوف أكتر، هو اللي بيبقى شايف فين الطريق الصح وفين الغلط، وهي بتنفذ اللي هو بيقوله. لازم يكون هو كمان عنده مرونة، لما تقوله أنا شايفة إن الطريق ده مثلا مسدود ما يتصلبش هو على رأيه ويبدأ يقول لا أنا هعمل يعني هعمل، لازم يكون عنده جزء من المرونة. قاضي مش قصدنا بيه إن هو يعني يحكم يمين شمال، لا يعني يكون متزن. معروف القضاء لازم يبقى فيه اتزان، يبقى بيوزن الامور بشكل كويس، مش عشان انا متعصب دلوقتي هكهرب البيت كله عشان انا ورايا شغل، لا لازم يكون في حته الاتزان، اراعي برضو ان في ناس معايا في البيت. هو كمان بيخطط لمستقبل الاسره، ممكن اكون انا مش حاسه ان هو بيشيل مثلا فلوس كل شهر عشان مثلا يخرجنا في الصيف يودينا شرم او الغردقه او يودينا اي مكان ان احنا نتفسح فيه عشان يعملها لنا مفاجاه، ممكن يكون بيخطط لده. ما جيش بقى انا اقول له وديت الفلوس فين، احنا بنتكلم مع بعض الفلوس اتصرفت في ايه واحنا الفلوس مش مقضيان، بس ممكن يكون هو بيخطط لحاجه انا مش واخده بالي منها، فلازم اراعي حته ان هو بيخطط. كمان الراجل من صفاته الانضباط، ان هو يعني عايز ينزل دلوقتي، عايز شغله، عايز كذا حاجات كده معينة، هو منضبط أو ملتزم بيها، فلازم أعرف إن من صفاته لازم يكون فيه انضباط. ويبقى السؤال، القرار في إيد مين في البيت؟ في إيد القيادة والإدارة؟ يعني في إيد الراجل ولا الست؟ مين صاحب القرار في البيت؟ القيادة اللي هو الراجل؟ الراجل؟ في حد عنده رأي تاني؟ الست هي صاحبة القرار في البيت؟ مين صاحب القرار؟ الرجاله قاعدين ساكتين اهو. جات لنا اللحظه دلوقتي نعبر عن ارائنا. مين صاحب القرار في البيت، الراجل ولا الست؟ الراجل. شوفوا بقى، الراجل هو صاحب القرار في البيت. ثانيه واحده، نزل المايك. الراجل صاحب القرار في البيت، انا بقوله لكم اهو، الراجل هو صاحب القرار في البيت، ولكن الست تقول القرار ده هيتنفذ ولا لا. صح. هو لازم الاثنين يكونوا مع بعض طبعا، القياده والاداره، ما ينفعش القياده تمشي لوحديها والاداره تمشي لوحديها، مش لازم الراجل يمشي لوحده يعني، او الست تمشي لوحديها، طبعا باتفاق مع بعض يعني. بالاتفاق، بس راي الست برضه هو اللي بيمشي في الاخر طبعا. طيب
دي واجبات وحقوق كل واحد فيهم، احنا يمكن اتكلمنا عليها قبل كده. طيب المشكلات بقى بعد الزواج، اول حاجه المشكلات بتواجههم المشكلات الماديه. احنا هنقول الناحيه الثانيه يعني حلها هيكون ايه، انا هقول المشكلات ومحمد هيقول الحل. اول حاجه المشكله بتكون مشكله ماديه، حلها ازاي محمد بقى المشكله الماديه؟ المشكلات الماديه لو في مشكله ماديه عند اي حد يعالجوها بالاداره الماليه. ايه ده الاداره الماليه في البيت؟ ايوه، حتى لو كان الدخل بسيط. على فكره عايز اقول لكم حاجه، من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن نتكلم فيها عن التكافؤ ما بين الاسرتين او ما بين الزوج والزوجه، ان الفلوس بتاعته قليله احنا بنقيسها بناء على ايه؟ بنقيسها بناء على المصروفات بتاعتنا، احنا بنصرف قد ايه، فبالتالي انا بقول المبلغ ده قليل او المبلغ ده كبير. فاي مشكله ماليه داخل البيت احنا بنحلها بالاداره الماليه. ازاي؟ ان احنا نوزع الازمه بتاعه اخر الشهر. طبعا انتوا عارفين اي مرتب تبقى مشكلته بس في اخر 25 يوم في الشهر، مظبوط كده؟ اخر 25 اخر 25 هو دي المشكله. احنا هنوزع المشكله دي على 4/4. ازاي؟ المرتب هنقسمه 4/4، كل ربع هنصرفه في خلال الاسبوع. بس في حاجات بقى اولويات بالنسبه لنا وفي حاجات مش اولويات. في حاجات اولويات بس احنا ما بنشتريهاش بالمبلغ ده. يعني ببساطه بدل ما تشتري كيس شيبس، عفوا بدل ما تشتري، عارفين اللي هو مش عايز اقول اعلانات، البرينجلز، عارفين الشيبس الغالي ده، بدل ما تشتروه اشتروا كيس شيبس عادي. هو ده الاختلاف في الاداره الماليه. الله ينور على حضرتك، على قد الحفك مديلك في الجزء المالي ده. صدقوني لو احنا وزعنا الازمه على 4 اجزاء كل جزء فيهم صدقوني ممكن نخرج بيه بفلوس زياده كمان في الاسبوع الاول ده. المشكلات العائليه هنحلها بالود. يعني ايه؟ يعني لا قدر الله لو في مشكله ما بين العيلتين او ما بيني وما بين اهله او هو ما بينه وما بين اهلي، يبقى بالود نجيب لهم حاجه، نعزمهم على حاجه، ابعت لهم حاجه، حتى لو حاجه بسيطه من الاكل اللي احنا بنعمله، حتى هديه زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا. فاحنا حتى لو زمايلنا في الشغل مش بس في العيلة، وحد متخاصمين او اتنين متخاصمين يبقى بالود. انما لو حد بيأثر في حياتنا بشكل كبير ان هو بيعمل لنا مشاكل، ده نعمل معاه ايه؟ الابتعاد. صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، بس ما اقطعش صلة الرحم، بس ابتعد عن الحاجات اللي هتأثر على بيتي او هتعمل لي مشكلة. اتجنب. وبرده ممكن بالود برده ان انا ابعت لهم حاجه، بس ايه، هما في الحال وانا في الحال. لان في بعض المشكلات لما الاهل بيتدخلوا فيها الاثنين في الاخر بيتصالحوا، ولكن الاهل في الاخر بيبقى في خلافات. بالزبط. عشان كده مطلوب من الطرفين ان هو يودوا الاطراف ديت علشان حتى يقولوا لهم خلاص احنا بينا بنيه كويسه، اسره افضل من الاول، وتعلمنا من دروسنا والدنيا بقت ماشيه في الافضل يعني. طب المشكلات الخلافيه بقى زي ما هند كده قالت، اهلاوي زملكاوي، عاوز اتفرج على المسلسل التركي وانت عاوز تتفرج على البرنامج او تتفرج على حاجه زي كده، اي نقاط خلافيه نبتعد عنها، حلها الابتعاد عنها. لا هو هيبقى اهلاوي ولا هي هتبقى زملكاويه، هنحاول في كده مش هنعرف نوصل لده. اي حاجات خلافيه نتجنبها اصلا، لانها ممكن تفجر مشاكل تانيه اكبر بكتير، وديت هنهلك نفسنا اكتر ان احنا نقرب فيها. ولكن اي شيء خلافي بسيط زي كده نتجنبه اصلا. اما المشاكل الاخلاقيه حلها بالحوار. يعني لو في اكتشفنا ان مثلا حد بيكلم حد وده حاجه مزعلاكي او مزعلاك، لازم ان احنا نتكلم بالحوار. طب انت ليه بتعمل كده؟ ايه السبب؟ لا قدر الله لجأ ان هو يشرب تدخين او مخدرات او انواع مثلا من الخمور او حاجه، لازم نحلها بالكلام وبالنقاش. ما يبقاش باخد موقف عنيف او موقف عدائي من غير حوار، لازم اتكلم الاول واشوف في امل في الاصلاح ولا ما فيش امل في الاصلاح. لو في امل في الاصلاح ابدا ان انا اساعده او اساعدها او اعاونها في المشكله اللي هي فيها عشان تقدر ان هي تتخلص منها. طبعا الطرفين هيبقوا متضايقين طبعا لان دي مشكله اخلاقيه، بس بعد فتره تبدا الامور تهدى طالما في اصلاح او في ربنا كاتب ان هم يكون في صلح ما بين. لو في مشكله جسديه، يعني ايه مشكله جسديه؟ يعني انتوا عارفين طبعا بعد الجواز في حاجات بتختفي، ماشي، وفي حاجات بتظهر، صح ولا لا؟ يعني
لا وكمان والستات مش الرجاله وبس، الستات كمان في برفانات بتظهر اكتر. ماشي يعني، ربنا يخليكم لينا يا رب يعني. فعشان كده اي حاجه خاصه بالجزء الجسدي ده بعد الجواز بنحله بالرضا. ارضى بده، افتكر الانسانه اللي انت حبيتها قبل كده هي دي نفس الانسانه دي، يمكن ربنا غير في هرموناتها حاجات بسبب الزواج او بسبب الخلفه او بسبب الهموم او بسبب طلباتك انت او بسبب قيادتك انت وادارتها هي، فارضى بده. وانت كمان ارضي بيه لانه مازال هو الشخص اللي بيحبك، راح ظهر او برضه هو الشخص اللي بيحبك. واضحه الفكره؟ فدي يعني مجمل لمجموعه المشكلات اللي ممكن يقابلها اي شخص، ممكن نحلها. في حلول كتيره جدا، في حلول كتيره جدا لاي مشكلات الا المشكله الاخيره اللي هو ابغض الحلال عند الله، ده عاوزين نبتعد عنه تماما. ازاي نكون نقاد ايجابيين بقى؟ ايوه، لازم اول حاجه نبدا بالنقاط الايجابيه. ما جيش اقول له انت بتزعق وبتبهدلني وبتعمل، جبت له كل النقط السوداء اللي هو عملها في حياته في كلمتين. لا، لازم ابدا بنقط ايجابيه، يعني اقول له انت بتحبنا وبتعاملنا اي نقط ايجابيه ابدا بيها كلامي، حاجة أحفزه بيها إن بعد كده يتقبل السلبي. لو أنا هقول حاجة سلبية أو هشتكي من حاجة، لازم أبدأ له بحاجة إيجابية. أنت طيب وحنين علينا ومثلا إيه، بس المصروف قليل. أبدأ بالحاجة الإيجابية الأول وبعد كده نقول إيه الحاجة السلبية. ابتعدوا عن كلمة لكن في الكلام بعد الزواج بالذات. لكن أو بس يعني إيه؟ إيه يا حبيبي الأكل حلو النهاردة؟ هو حلو، بس لو تزودي شوية ملح والسمنه تقلليها شويه وتزودي اللحمه فيها تبقى احسن. طب ما انت كده ندمت على اللي انت قلته في الاول يعني. ولكن اتعلمنا حاجه اسمها الساندويتش، استراتيجيه اسمها الساندويتش. يعني ايه؟ يعني تقول حاجه ايجابيه وسطها حاجه سلبيه وبعد كده حاجه ايجابيه. الاكل جميل ورائع ان شاء الله، المره الجايه هيبقى افضل لو حطيتي شويه ملح عليه، او هات يا سيدي شويه ملح حطهم عليه. واخدين بالكم؟ فكلمه لكن ديت او بس دي هي بتضيع اي كلام ايجابي اتقال قبليه. واخدين مالكم؟ فانت كده دايما تعترض، انت كده دايما تقول لي حاجه ما تردنيش ولا تبلع بيا ريقي. يا ستي ما انا قلت لك ان هو حلو بس في كذا وكذا وكذا، اكنك ما قلتهاش بالظبط. فاحنا عاوزين نبتعد عن كلمه لكن بقدر المستطاع. كمان نستخدم نبره صوت ولغه جسد يعني موازيه او مناسبه للمشكله او الموقف اللي احنا فيه. ما ينفعش ان هو يكون بيتكلم بهدوء او ولائي ان انا بعلي صوتي او بزعق بطريقه ويه وفين، او هو العكس، هو يلاقيني هاديه وساكته كده يقوم هو معلي في الصوت. لازم نستخدم نبره صوت ولغه جسد مناسبه. ما مرميش الحاجه، ما تعصبش، ما كسرش حاجه. ده كده حاجه اسمها ايه، زياده قوي في التعامل او زياده قوي في التعبير. ما عبرش قوي بزياده، ده حاجه خاطئه طبعا. الزياده دي هتخلي الشخص اللي قدامي يكون رد فعله اعنف بكتير جدا مما تخيل. ان انا بافور او بعلي على الشخص اللي قدامي، ده هيخليه يرد رد فعل اعنف بكتير مما تخيل، سواء راجل او ست. الكلمه الطيبه مفتاح القلوب، عاوز يفتح طبعا. الكلمه والنظره كمان والابتسامه كمان. الكلمة الطيبة دي مهمة جدا. تذكر يا آدم، أي كلمة تقولها لزوجتك على شيء هي عادي بتعمله هيكبر بخاطرها. الأكل العادي اللي بتعمله كل يوم، كوباية مية جابتها لك، كوباية شاي جابتها لك، الحاجة العادية بالنسبة لك اللي أصبحت عادي بالنسبة لك، النهاردة لو أنت أثنيت عليها فيها في كلمة طيبة هتكبر خاطرها والدنيا دي هتمتلكها هي، طالما أنت فتحت قلبها بالكلمة الطيبة دي. وكمان الابتسامة أو الضحكة في وجه الزوجة أو الزوج دي صدقة وبناخد عليها أجر، مش بس إن إحنا مجرد ضحكة أو حاجة. ده ممكن نغير من الحل السيء للحل الأسوأ للحل الكويس بالابتسامة أو بالضحكة أو بالكلمة الطيبة. السر الرابع والأخير بتاعنا النهاردة، إزاي نولد قوة الحب والسعادة في الحياة الزوجية. ده الطريق لقمة السعادة بقى، ان الراجل والست يقربوا من قمه السعاده اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. لو قربتوا انتوا الاثنين من ربنا، واحنا ما بنقصدش بيها بس العبادات والصلاه والصوم، ولكن مراعاه كل شخص فينا لادوار كل واحد فينا، من غير ما يبتدي ان هو ياخد معلومات من بره ونصايح من بره، ها اللي بتتاخد في الجناب دي، علشان يبتدي الشخص سواء الراجل او الست يحس ان اللي قدامه ده اتغير من نصايح خارجيه. عشان كده لازم نراعي ربنا في تعاملاتنا مع بعض.
انتوا بتراعوا ربنا ما بينكم وبين بعضكم ولا لا؟ هل في موده ورحمه ولا لا؟ نصايح اخيره بقى، تراحموا لتحبوا لتتالفوا لتسعدوا. الرحمه والموده هما اللي بيولدوا الحب. لما انا اكون شايف ان مثلا مراتي تعبانه وانا ابدا اخد دور مش دوري، هي هتقدرني وهيولد عندها حب وهيزيد الحب عندها. او العكس، لو انا لقيت ان زوجي تعبان وراه حاجه وانا ممكن اشيل عنه اعملها، ده هيزود مقدار الحب عنه. شوفوا بقى يا جماعه، هنا بقى قانون مهم جدا اسمه طاعه الاهل ورضا الازواج. طاعه الاهل ورضا الازواج، طيع والدك والدتك، والدك والدتك طيعها انت كمان، بس ارضي زوجتك او ارضي زوجك. لان هتلاقوا مثلا خطاب قبل الجواز تيجي خطيبته تقول له ايه رايك في الصالون الفلاني ده، قال لها طب ثانيه واحده، يطلع الموبايل من جيبه، ايه يا ماما يا حبيبتي احنا دلوقتي قدام شركه فلانيه بتبيع صالون، ايه رايك حلو ولا لا؟ اللي حضرتك تقوله لي انفذه. اوكي حلو، ده مش وحش، ولكن بعد الزواج ممكن يبقى وحش. وهدمكم في الحته دي. طب يا محمد بتقول لي النهارده ان انا ما اسمعش كلام ماما وبابا؟ لا، طيعهم ولكن ارضي الزوج والزوجه، ارضوهم. عشان الفكره دي مهمه جدا، لان والله يا جماعه من الاسباب الرئيسيه للحالات اللي احنا بنقابلها في حياتنا هي فكره ان انت لما بتروحي لوالدك والدتك بتيجي متغيره، او انت لما بتروح والدك والدتك بتيجي متغير. هي الفكره دي، طيعهم بس ارضي الزوج والزوجه، او ارضي زوجتك وارضي زوجك. لازم يعني نقطع الذكريات الاليمه او نرمي من ذهننا الذكريات الاليمه. ازاي انتوا بتقولوا حاجه خياليه، ازاي هنضيع الذكريات؟ لا، لو في موقف او مشكله اتعرضنا فيها وكان رد الفعل ما بيننا مش حلو، لازم نمحي ده من الذاكره عشان نعرف نكمل مع بعض، عشان مش طول الوقت افتكر اه ده لما كان في موقف ده هو قال لي ده بهدلني، ده قطع لي البلوزه بتاعتي، ده رمالي مش عارفه ايه، او هي رمت لي ايه. فلازم نمحي الذكريات الاليمه عشان نعرف نعيش حياه سعيده. المشاركه والتعاون في الحياه الزوجيه. يعني ايه المشاركه والتعاون؟ يعني احنا الاثنين عرفنا ان احنا مختلفين، ولكن الاختلاف دوت ربنا خلقه لنا فينا احنا الاثنين عشان نقرب من بعض. التعاون والمشاركه مختلفين في المفاهيم، يمكن قريبين من بعض ولكن مختلفين في المفاهيم. انتوا الاثنين تعرفتوا وتقاربتوا وتحابوا مع بعض وتزوجتوا من بعض، لازم تعرفوا ان انتوا الاثنين مشتركين في المهمه دي، مهمه الزواج دي. يعني ايه المشاركه؟ يعني انا ليا مهام وانت ليكي مهام، انت بتقومي بمهامك وانا بشاركك في المهام دي. انا ليا مهام كراجل قياده، وانت ليكي مهام كمراه او زوجه او ام او مديره، دي ليكي مهام انا بشاركك فيها. عارفين القفه مو اتنين ايه يشيلوها؟ ايه يشيلوها؟ اتنين. انت بتشيلي من ودن وانا بشيل من ودن، تمام، دي اسمها مشاركه. طب التعاون؟ التعاون ان انا اشاركها في الجزء بتاعها، هي ان انا اجي من ناحيه الايد بتاعتها واشيل معاها، ده التعاون. عشان ما يجيش اي زوج يقول لزوجته ايه خلي بالك انا يعني انا بساعدك هوت وبشتغل، انا بساعدك هو بشيل، يعني المفروض ان هو بيشتغل. هي دي مشاركتك، هو ده دورك اصلا. ما تقوليش ان انت بتعاونها او بتساعدها في ده، لا، انت هتساعدها لما تتعاون معاها في المهام دي. شوف المهام بتاعتها وساعدها فيها، انت كده بتعاونها مش بتشاركها، انت مشارك. اوعى تخلي دورك الاساسي في حياتك الزوجيه ان دوت مساعده ليها، لا، ده دورك انت. اياكم والملاحقه الجسديه والعقليه والعاطفيه. يعني ايه الملاحقه الجسديه؟ انت تخنتي، انت المفروض تعملي رجيم، انت مش شايفه شكلك، او العكس، انت مش شايف كرشك ضرب مترين قدام، شايف الشعر اللي كان قد كده ده شعرك وقع، ده انت شكلك مش حلو. اياكم والملاحقه الجسديه. اما الملاحقه العقليه، انت ما بتعرفيش اصلا تفكري، اقعد ساكته بقى لغايه اما انا كده افكر واخد القرار وبعد كده ايه اقول لك. او هي العكس، بص انت كل افكارك افكار وحشه، وتملي بنقع في مشاكل، وتملي بنقع في حاجات كتير بسببك انت، ما تفكرش في اي حاجه. نبدا هي دي الملاحقه، ان انا اقول عيوبه وهو يقول عيوبي، ونفضل احنا الاثنين في مشاكل. انما الاحسن ان احنا نعمل ايه؟ نشارك بعض. طب ما تيجي نعمل رجيم سوا، حتى لو انا مش حاسه ان انا تخينه، بس مشاركه لي ان انا اقول له تعالى نعمل رجيم سوا، ناكل سوا، طب تعالى نفكر في الموضوع سوا،
حتى لو انا يعني حاسه ان هو مخه او هي او هو حاسس ان مخها اقل من مخه يقول لها كده او هي تقول له كده، لا تعالى نفكر سوا، طب تعالى نتناقش في الموضوع ده سوا، بس ابتعادا عن الموضوعات الجدليه اللي احنا قلنا عليها في الاول. ابتعدوا عن المسكنات الزوجيه. المسكنات ما نقصدش بها الادويه المسكنه، ولكن في بعض المسكنات ان الزوج والزوجه بيدوهم لبعض. يعني في مشكله خلافيه كبيره ما بيننا وبين بعض، اسكتي وانا اسكت، خلاص الموضوع انتهى على كده، مش هنتناقش فيه اصلا. دي مسكنات. المسكنات معناها ايه؟ الاحتقان من المشاكل. في مشاكل فرصه بالنسبه لنا ان احنا نوجد ليها حلول. الحلول ديت بتبقى بنسميها العسل في السم. يعني السم ده هي المشكله، ولكن الحل بتاعها في المشكله نفسها عشان نقدر نطلع بحل ايجابي يفيدنا بعد كده. المشكله لما تتكرر لا قدر الله نعرف نعالجها بشكل ايجابي. ابعدوا عن المسكنات. احيانا في بعض المشكلات اللي ما ينفعش دلوقتي ان احنا نتكلم فيها، ولكن لازم تحددوا مع بعض ايه هو الوقت اللي هنتكلم في المشكله ديت عشان ما يكونش في احتقان ما بيننا وبين بعض. لازم نشحن الرصيد على طول عند بعض. مش يعني شحن الرصيد ان انا اجيب له كارت ب 100 وهو يجيب لي كارت ب 100، لا، شحن الرصيد شحن رصيد الحب والود عند بعض. يعني انا لما الاقيه ان هو مثلا مش قادر ان هو يصرف على البيت اساعده، مثلا صرف على البيت ومش عارف يجيب لنفسه حاجه، مش عارف يجيب لنفسه بنطلون قميص، ابدا ان انا اجيب له، فده هيزود عنده الرصيد. والعكس لو هو شايفني ان انا محتاجه حاجه وهو بدا يجيبها لي، هو كده بيعلي الرصيد. المعامله بالود والرحمه هيعلي الرصيد عند الطرفين. لما هو هيشاركني او هيعاونني في المهام اللي المفروض ان انا بعملها، ده هيعلي عند الرصيد. لازم ان احنا نحافظ طول الوقت سواء راجل او ست ان احنا نعلي الرصيد عند بعض ونشوف مين اللي هيعلى، نعلي نعلي نعلي. ده بيحافظ ان المركب تمشي وان المركب تكون في احسن حالتها، المركب الزوجيه او الحياه اللي احنا عايشينها، عشان لا قدر الله لما نتعرض لمشكله نلاقي الرصيدين دول بيسندوا المركب، ما نلاقيش المركب لا قدر الله بتقع بينا او بتغرق. وده اللي بيخلي الناس القدام بتوع زمان بتوع الرحمه والود والمحبه، الحمد لله المركب بتاعتهم ماشيه لغايه دلوقتي. ليه؟ بسبب الرصيد، ان هم بيعلوا الرصيد عند بعض، بيسند ايديها، بيمسكها، بيخاف عليها، كل الحاجات دي بتخليها لا هي متمسكه بيه، رغم ان هم سنهم كبير بلاقيهم مأنججين بعض وماشيين في الشارع، خايف عليها يقعدها يسندها. هو ده الرصيد اللي لازم يزيد عند بعض. في الحياه متغيرات، وخصوصا بعد الزواج، حاجات كده ما بنعرفش نحسبها ايام الخطوبه. المتغيرات دي بتحصل فجأه، ما بنعرفش نحسبها. وما نعرفش نتوقعها، ولو توقعناها مش هنتوقعها بنفس الدرجه اللي ممكن نتخيل بيها ان احنا هنديرها ازاي. من المتغيرات دي مثلا ان الزوج اترقى، ومن ترقيته ديت ان هو اتنقل لفرع الوادي الجديد للشركه، الشركه بتاعته. طب هو يعمل ايه؟ ما دي متغيرات الحياه. عشان كده لازم يكون عندنا اسلوب تفاهم واداره للمتغيرات الجديده دي. متغيرات جسديه زي اللي احنا اتكلمنا عليها، او متغيرات في العلاقات، او في افكار ابتدت تتغير عند الطرفين. مع الوقت بيصل الشخص لمساله او لمرحله النضج، او الشخص بيبتدي يتراجع بتفكيره لحاجات تانية. فالمتغيرات دي مهمه جدا، انتبهوا كلها يا خطاب يا ازواج، علشان المتغيرات اللي ما بعد الحياه ديت نكون من دلوقتي احنا عارفين ازاي نقدر نديرها لاي شيء يتغير في حياتنا. لازم نحذر من المقارنات السلبيه والنقد السلبي. ما اقعدش اقارن، احنا اتكلمنا في النقطة دي قبل كده، ما قارنش نفسي بأي حد سواء راجل أو ست، ما قارنش نفسي بأخته، هو ما يقارنش نفسه بأخويا، ده أنتِ بتحبي أخوكي أكتر مني، ده أنتِ بتعملي لأخوكي أحسن مني، أو هي تقول له ده أنت بتعامل أختك أحسن منك، بتعامل والدك ووالدتك أحسن مني، لا، احنا قلنا إن الست جت أو الراجل جه في كرسي فاضي، اعرفوا إن أنتوا ليكوا مكان خاص في الشخص الطرف الاخر ده، في قلبه كان قلبه في جزء فاضي او في كرسي فاضي، احنا جينا قعدنا في الكرسي الفاضي ده. ابعدوا عن بعض شويه. يعني بعد ده كله تقولوا ابعدوا عن بعض شويه؟ لا. ابعدوا عن وقت عن بعض قليلا من الوقت. يعني ادوا لنفسكم مساحه ان انتوا تشتاقوا لبعض فيها، مش رجلك على رجله او رجلك على رجلها او كده، ولكن اديله حتى مساحه ولو صغيره مع اصحابه، وادي لها كمان مساحه صغيره حتى لو مع اصحابها او مع مامتها او مع باباها، او كما ترون يعني زي اللي انتم شايفينه. يعني
لان الابتعاد ده مهم جدا، ده بيولد عند كل واحد فيهم الاشتياق للاخر. بنكسر فيها فكره التعود على بعض، ان احنا مع بعض دايما كل يوم، فده مهم جدا. زي ما قلنا لكم قربوا من بعض في ايام محدده وايام من بعض في وقت معين عشان ليكم انتوا الاثنين، هقول لكم انتوا محتاجين لده. ودايما بنقول الراجل مع الست مربوط بأستك، عايز الراجل يقرب لك اكتر ابعدي اكتر، كل ما الأستك يمط اكتر كل ما الأستك يرد لك تاني اكتر. فالراجل محتاج جزء من الحريه، يشعر كده بالحريه، تحس ان هو بعد الزواج يعني عيني شالوا منه حريته يعني، بس هو بيشعر بده هيرجع اكتر للبيت. طالما في قيم اتبنت ما بيننا وما بين بعضينا هترجعه هو اكتر للبيت. لازم في اي حاجه احنا بنعملها سواء الزوج او الزوجه نبتغي الاجر من الله، يعني احنا بنعمل ده عشان خاطر ربنا عشان نكون سعداء، فربنا هيكرمنا في كل خطوه من حياتنا لو احنا ابتغينا الاجر من الله. ما هوش ايه انا بعمل ده رغم ان هي ما تستاهلش، انا بعمل ده رغم ان هو ما يستاهلش، لا هو يستاهل عشان هو اختار، عشان اختارك انت احلى واحده في الدنيا وانت تستاهلي عشان اخترتي احلى واحد في الدنيا، فانتوا الاثنين ابتغوا الاجر من الله ان ربنا يأجركم على المعامله الطيبه المعامله الحسنه ما بينكم انتوا الاثنين. واحنا كمان بنبتغي الاجر عند الله من هذا اللقاء الجميل دوت، ان احنا سعدنا جدا جدا بوجودكم معانا، وبشكر طبعا زوجتي هند حسين على وجودها النهارده معايا، دايما بتسديني ودايما في ظهري ودايما تبقي جنبي، وان شاء الله نقدم لقاءات تانية انا وانتي افضل وافضل مما عليه، وبنشكركم جدا 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 على وجودكم النهارده يعني. وانا كمان بشكر زميلي وصديقي وزوجي الاستاذ محمد شافعي طبعا اللي في ظهري وسند ليا، تملي معايا في كل وقت وبيطيب في خاطري في كل وقت، بشكره بجد على انه هو يعني خلاني ان انا ادي معاه المحاضره بجد، وبشكركم كلكم جدا جدا جدا، حضراتكم نورتونا النهارده على اللقاء الجميل. شكرا. طبعا يا دلوقتي بتقولي استاذ محمد ده برستيج بتديهولي على الندوه بتيجي تاخده مني في البيت تاني. طبعا بشكركم جدا، طبعا بنشكر اداره سيد عبد المنعم الصاوي على تحت الفرصه الكبيره ديت، ولقائنا لسه موجود واحنا موجودين معاكم، لاي سؤال حضراتكم تحبوا تسالوه احنا معاكم. هو احنا جالنا سؤال قبل يعني قبل ما نبتدي اللقاء، كان في احد زمايلنا يعني بيسال طب ضغوط الاهل وتاخر سن الزواج يا استاذ محمد، في ناس كتير بتضغط على بناتها واولادها اتجوز اتجوزي، الضغوط دي يعملوا فيها ازاي او يوازنوا ازاي ما بين احلامهم وما بين اللي هم نفسهم، يعني هي نفسها مثلا او هو نفسه يرتبط بواحده او واحد والاهل بيضغطوا عليهم بشكل كبير جدا، يعملوا ايه قدام الضغوط دي؟ انت ما اتجوزتيش لحد دلوقتي، لازم تتجوزي، سن الجواز فاتك، اصل انت بنت عمتك اتجوزت مش عارف منين، وانت لسه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي، يا بنتي في واحد متقدم لك، تعالي شوفيه. كل الضغط دوت لا يؤدي الى نتيجه ايجابيه، بيؤدي الى استعجال. في جزئين هنا، جزء خاص بالاهل، يا بابا يا ماما خلي بالكم زواج بنتكم او ابنكم المستعجل دوت ربنا كاتبه في ميعاد معين، مكتوب ان هو يتجوز او ما يتجوزش، مش وصمه انها ما اتجوزتش، او مش وصمه ان هو اتجوز او هو ابن عمه اتجوز او ابن خاله اتجوز، ولكن لازم نعرف كلنا يا بابا يا ماما ان الموضوع دوت ربنا كاتبه بميعاد معين. هل ترضي وترضى يا بابا ان انا اتجوز النهارده زي ما انت ما بتقول جاري ولا عمي ولا ابن عمي ولا خال ولا ابن خالتي ولا كذا او كذا دلوقتي وبسرعه، عشان مجرد ان انا اتجوز واعيش وفقد السعاده اللي ما بيني وما بينكم؟ لا يا بنتي احنا بنتمنى ليك الجواز والحب والحياه. تمام، حلو جدا. ده الجزء الخاص بالاباء والابناء، الاستعجال دوت خطير جدا، والنوعيه ديت من الاباء والامهات في التعامل مع ابنائهم في مساله الزواج بيخليهم يعني بيمسكوا الجزء اللي احنا قلنا نتجنبه، يلا يا جماعه اخطبوهم جوزوهم الحلول دي كلها ان شاء الله هيحلوها بعد الجواز، ما بتنجحش، ما بينجحش الموضوع ده. حاجه ثانيه، الجزء الثاني بقى اللي هو خاص بالابن او بالابن اللي هو الولد او بالبنت، ازاي واجه الضغوط دي؟ حلو جدا، اسال نفسك سؤال او اسالي نفسك سؤال ما بينك وبين نفسك، سيبك من الضغوط، الضغوط خليها بالتفاهم زي ما احنا ما قلنا كده. اسألي نفسك كده ما بينك وبين نفسك، انت عاوزة تتجوزي ولا لا؟ انت عاوز تتجوز ولا لا؟ اوكي تمام،
امشي في الخطوات اللي احنا قلنا عليها. مش عاوزه تتجوزي او مش عاوز تتجوز، شوفي كده الاسباب ايه. يا ترى الاسباب دي ان انا بشوف خلافات ما بين بابا وماما، وانا بقول لكم بصراحه، هل في مشاكل حصلت لواحده زميلتي نتيجه الجواز؟ هل في حد في حياتي مش قادر دلوقتي ان هو يتقدم علشان يرتبط بيه او يتجوزني؟ هل في اسباب تانية ان انا ما عنديش نفس للجواز دلوقتي؟ كل الاسباب لازم نرصدها كويس جدا عشان انا نفسي ما اتعرضش للضغوط بتاعت والدي ووالدتي، لان الضغوط ديت لا تؤدي الى نتيجة ايجابية حتى لو كان العريس او العروسة ايجابيين. الضغوط ديت مستحيلة، اوعى تاخد قرار تحت الضغوط. واضحة الفكرة؟ طيب. تمام كده؟ في السؤال اللي سأل السؤال دوت الاجابة واضحة بالنسبة له؟ تمام. طيب في اي سؤال او استفسار؟ حد اي سؤال من ادم او حواء؟ تمام. طب دي نتيجه ان انتوا خلاص استوعبتوا ولا يعني وضحت لنا الحقيقه من الجواز؟ طيب. احنا طبعا بندعو الناس ان هم يتجوزوا، يعني ما ندكوش فكره سلبيه ولا حاجه عن الجواز، بس احنا بنقول لكم ازاي تعينوا نفسكم وتعينوا الطرف الاخر ان انتوا تساعدوا بعض ان المركب اللي ان شاء الله تمشي بيكم وتعدي البر الامان ان شاء الله. ده في امامير عاوزين يتجوزوا من دلوقتي. طيب في النهايه بشكركم جدا جدا، وان شاء الله منتظرينكم في تحضيرنا لقاءات في سيد عبد المنعم الصاوي وفي كل لقاءات سيد عبد المنعم الصاوي. نشكر إدارة السيد. ان الحياه ترجع تاني باذن الله زي الاول وافضل من الاول باذن الله، وان شاء الله نلتقي بكم على كل خير. شكرا ليكم وسلام عليكم. شكرا ليكم، نشكركم جدا.